حبت ونحبت، عشقت ونعشقت، غنت وتغنيلا وأبدعت بستار أكاديمي بالموسم الماضي. مباشرة على الهواء العراقية المقيمة أكثر وقتها بالبحرين، الموجودة حاليا بالإمارات على صوت الغد الأردن، مباشرة النجمة العراقية رحمة. هاي رحمة. هاي ماجر، كيفك؟ شو أخبارك؟ منيح الحمد لله، أنت شلونك؟ ليكي المقلب ما زبط كتير معك. يا بس هيك انقهرت عليك، يعني كنت راح اسوي مقلب بس انقهرت عليك. بدي خبر ان رحمه كانت تعمل مقلب انه ما بدها ترد على التليفون وتطلع على الهواء. خلصنا رحمه بقى، خلصنا ما هيك خلصنا. بتعرف شو المشكله؟ انه حرام في جمهور عم يستنى، يعني انا كان بدي اعمل فيك انت المقلب، بس ان شاء الله لو اجيت على الاردن لك مقلب، يعني من هذا اللي بيتمناه قلبك. رحمة بدي لك مساء الخير أول شيء، ومبسوطين كتير أنك موجودة معنا على الهواء، ومبروك الأغنية، مبروك العمل، مبروك الكليب من توقيع رندا الأداح. خبرينا كيف لقيتي بعد خروجك من ستار أكاديمي، كونك عراقية وكونك مثلتي العراق خير تمثيل وكونك مقيمة بالبحرين، يعني جمعتي كل الأصوات، يعني ما عندك بس أصوات العراق، لا أصوات العراق وأصوات البحرين، وإجاكي أصوات الأردن كتير كمان، وشكلت كل شيء، يعني خبرينا عن بعد ما طلعت من ستار أكاديمي. أول شيء مازن، أنا كثير مبسوطة أني معك بالإذاعة وجمهوري اللي بعمان عم يسمعني، لأنه بحبهم كثير وهني بحبوك كثير، والله العظيم وحشوني، وإن شاء الله بأقرب فترة حكون بعمان. خلصنا الحمد لله، يعني عم تلاقي شوي ضجة، عم بيحبوها العالم، لأن أنت عارف هلأ الأوضاع السياسية مش منيحة، يعني اللي تساعدنا أنه ننزل سينجلز أو ننزل أغاني جديدة، يعني صح. بس لأنه الجمهور طالب أنه تنزل الأغنية، وإن شاء الله الكليب نازل الأسبوع الجاي. والحمد لله، يعني أنت عارف بعد ستار أكاديمي شغل 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 شغل، بس محبة العالم من كل الوطن العربي هاي تخليك أنت أسرش 24 ساعة، بدك تعطي، بدك تكون بنظرهم أحسن واحد، لأنه هم حطوا هاي الثقة فيك أنك أنت إنسان تستاهل أنك تكون نجم. رحمة، كنت فايتة على ستار أكاديمي لتغني وتحمل اللقب، وكنت فايتة على ستار أكاديمي لتكسبي حب الجمهور، فكسبتي حب الجمهور وحب حدا تاني. طلعنا من ستار أكاديمي كسبانين حب الجمهور وخسرنا حدا تاني. شوف يعني المحبة رح أفضل بالقلب. أوكي، طبعا أنت ورطتني بالسؤال، بس رح أجاوبك لأنه أنا أقوى منك. لا لحظة، أنا ما ورطتك بالسؤال، بس لازم يعني أقل شيء أسألك إنه عن طبيعة العلاقة ما بينك وكين بين محمد رمضان، والكل بيعرف إنه كنتوا على علاقة بعدين هلأ بطل في شيء. شوف، يعني أنا ومحمد صداقة يمكن كانت شوية أقوى من الصداقة. يعني أنا هو عزيز على قلبي هواية، وأني أحبه هواي، وصدقني يعني مستحيل رح أنسى هذيك الأيام اللي مرت، يعني ولحد هسه إحنا نتصل ويسأل علي وأسأل عليه، يجي على دبي يكلمني، أني أروح على بيروت، هو يكون مثلا نتشاوف عادي طبيعي جدا. بس أنت تعرف يا مازن، بحكم المسافة وبحكم الشغل، أكيد العلاقة هذيك القديمة اللي الناس شافوها ما رح تكون هي. صح. لا طبعا، بس يعني شي بيعوض شي. شي بيعوض شي، يعني في حدا جديد عم بيعوض على القديم، هيك أنا بفهم. لا 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 لا، دخيلك لطوتنا بالحياة، ماكو أنا هيك بفهم، ما بعرف يعني شيء بيعوض شيء، في شيء بيعوض على القديم. قصدي شيء بيعوض شيء، يعني الجمهور اللي يحبك واللي أنت تحبه، هذا يعني يسوى الدنيا وما بيها. الحمد لله. رحمة، عم بتابع ستار أكاديمي 8 والطلاب الموجودين بستار أكاديمي 8؟ نعم. مين أكتر حدا لفت لك نظرك، ومين أكتر حدا بتشوفيه أنه عن جد خرج أنه يحمل لقب وقادر أنه يحمل لقب؟ شوف، أنا ما أقدر أقيم، أوكي، بس يعني أصواتهم ما شاء الله كلهم أصواتهم رائعة، كل واحد عنده شخصية وعنده كاركتر خاص فيه. ممكن أحس اللقب أقرب لمين يعني؟ إيه، لمين أقرب بتلاقيه؟ أحكي ولا ما أحكي؟ ما أحكي أحسن. لا بديك تحكي. لا أحكي، ما علي أحكي. ما بعرف، يعني أنا أحس اللقب هالمرة رح تاخده بنوتة. بنوتة.
هل هي من تونس من لبنان او من سوريا او من فلسطين؟ لا انا اعتقد مش من انا يا من يعني يا اميمه ممكن او نسمة اوكي او كريستين او ليان ممكن مضبوط. انا كنت كاتبه يعني انا امبارح كنت لطشي حديث ليان انه كنت قاعده اقول لهم انه انا متوقعه توصل على الفاينل وصدقني كلهم يستاهلوا يعني الكل يستاهل لان كل واحد عنده شيء. رحمه هل اللي بيحمل اللقب مش هو اللي بيكون ستار او اللي بيصير ستار؟ الستار هو اللي بيشتغل على حاله. رحمه انت اشتغلتي على حالك وقدرتي انك تشتغلي اكثر وتبيني اكثر من بين الطلاب الاردنيين. يعني شفتي مستوى الطلاب الاردنيين بكل مواسم ستار اكاديمي ومؤخرا مؤخرا كان في محمد رافع ومحمد الخاق اللي ما حلفهم الحظ انهم يستمروا اثنيناتهم. محمد الخاق طلع من ثاني برايم ومحمد رافع طلع من يومين. كيف بتشوفي مستوى الطلاب او المشتركين الاردنيين والفنانين الاردنيين اللي عم بيشاركوا عاده بيستاهلوا؟ يعني رح اقول لك على شيء مازن. بالاردن في كميه اصوات جدا رائعه اوكي بس لا يعني ما في دعم اوكي او يمكن ما في مثل لبنان اهتمام بالفنان او هيك. يعني هاي الشغله اللي ممكن احنا نعتب عليها بعمان للفنانين الاردنيين يعني. يعني في اصوات رائعه وكل الاصوات اللي دخلت ستار اكاديمي بكل المواسم يعني كلهم أصوات رائعة كلهم أصوات يعني كانت تستاهل توصل للفاينل أوكي صح. يعني عندك مثلا محمد القاق هذا الإنسان انظلم ظلم غير طبيعي وأنا واحدة من الناس اللي يعني زعلت جدا عليه وتعرفت عليه أنا في بيروت. كتير طيوب يعني بعرف وسامع عنه من محمد رمضان وهيك بس يعني أهرت عليه كتير لأنه شاب بيستاهل أنه يبقى للفاينل بس ما حلف الحظ مو مشكلة. أنا قلت له محمد بعد ستار أكاديمي هو هذا الشغل لو أنت طلعت من أول برايم أو ضليت للفاينل ما حتفرق صح ولا لا؟ صح ما بتفرق. أنت مازن أكيد متابع لستار أكاديمي يعني طبعا أكيد بحكم الشغل متابع لستار اكاديمي مش محبه بستار اكاديمي لانه في كثير لانه صراحه لحظه لانه تضحك رحمه لانه صراحه في بس هي مازن لحظه صراحه في كثير امور بنحسها نحن كمشاهدين او متابعين لستار اكاديمي انه اوقات بنحسها استخفاف بعقول المشاهدين اوقات بنحسها انه هيدي لعبه عم تلعب من اداره الاكاديميه اوقات بنحسها مسرحيه بتدوم 4 أشهر على الهواء يعني اطول مسرحيه لازم تنزل بكتاب جينيس العالمي يعني لما رولا ساعة تكون هي عم بتدور هالمسرحية كلياتها يعني في قصص مفاجآت عم بتصير كتيرة انه 2 مغربيات يطلعوا ورا بعضهم باخر سوري باخر فتره 2 اردنيين يطلعوا يعني بطل في حدا من الاردن عم بمثل بطل في حدا من المغرب عم بمثل بالوقت اللي في فبركه جوا يعني عم حسها وانت اكيد حسيتيها ولكن هيدي لعبه ولازم يلي مشترك بالبرنامج يلعبها للعبه ويعرف يلعبها بذكاء للعبه حتى يقدر يوصل طبعا. ويقدر انه يحبب الناس فيه اكيد عنه مسرحيه لا 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 شوف رح اقول لك على شغله مازن ستار اكاديمي انا كنت مشتركه فيه وانا ممكن اقدر اقول لك انه كلامك صح بس انا رح اقول لك شغله بستار اكاديمي انت تفوت رولا سعد عند الباب تقول لك اعمل اللي بدك اياه هذا بيتك رح تقعد مره واحده فيه بحياتك استانس وعيش وعيش لاخر لحظه فيها انت مستمتع لا مش هذا الحكي والفبرك اللي بيقولوا انه بيقولوا لهم صاحبوا ولا حبوا بعض ولا عملوا مشكله هذا الحكي كله ما في منه هي اخذها مني اني يعني انا ما في اكثر وحده مني صريحه يعني ما حدا قال لك صاحبي او حبي حبيتي لحالك لا انا القلب يعني ما يهوى القلب ما يهوى هي اخر مره رح اعمل معك مقابله يا مازن اكيد لا ما بوعدك طيب رحمة سمعيني مقطع منك هلأ لايف على الهواء من خلصنا الأغنية الجديدة رح تنزل قريبا عبر الإذاعات كلياتها وكنا عم نسمع مقطع منها هلأ والإخراج كان للمبدعة والصديقة رندا لقديح موجهة لتحية بس رح أقول لك شغلة بس اليوم نزلت أغنيتي الخليجية بعنوان مو غلطتها على إمارات FM وعلى سوا FM وعلى بانوراما إن شاء الله دعايات للإذاعات الزميلة معنا مشكل أكيد أوكي وإن شاء الله على إذاعتكم اليوم رح أبعث لك الأغنية حاضر أوكي. من عيوني فأنا لي الشرف أن أغنيتي تنزع عندكم يا حبيبي يا الشرف حبيبتي يلا سمعيني مقطع من خلصنا وبعد شوية مقطع من الأغنية الخليجية
حمسنا وما فينا نكفي هيكي وبزيادي بيكفي جرحنا بعض وقسينا وبعض ما عرفنا شو اللي بيشفي والله بأسف أنا عليك بطل حبيبي وبطل لك صعب الهوى معنا سوا صدقني أحسن إلنا هيك خلصنا وما رح فينا نكفي الله خلصنا وما رح فينا نكفي وكلام يوصل يعني عادي مش مستحيين يعني يكفي يا معزم يكفي تنطيط طيب الأغنية الأغنية الثانية الخليجية خبريني عنها هيك شوي أغنية مغلطتها ألحان بدر الزوادي كلمات رياض العوض وتوزيع علي أبابا نفذت في البحرين وهي يعني أنا كنت يعني أصلا من الأساس كنت ناوي أنزلها بهالشهر يعني عشان إن شاء الله تأخذ ضجتها في الصيف ونزلتها بالخليج يعني خلصنا تنزل على سوريا وعلى لبنان وعلى الأردن وعلى يعني جميع الوطن العربي بس الأغنية مغلطتها إن شاء الله لو كان إلي نصيب والناس حبوها يعني رح تتوزع بكل الإذاعات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا الله راد رحمة متى تعطينا موعد هيك تكوني موجودة عنا بالأردن إذا الله راد لا هي مفاجأة يا مازن طيب مفاجأة نحن ناطرين المفاجأة ونحن ناطرين المفاجأة بديش أحكي ما خلص ما تعلمتي أردني أنت خلص من 10 القوم 40 يوم مازن خلصت المقابلة ولا لسه؟ لا خلصنا خلص أوكي رحمة عن جد شو بتقولي لكل اللي عم بيسمعوك بالأردن واللي بيحبوك وكل الفانز اللي عم بيبعتولي على الفيسبوك وامبارح كنا عم نتواصل معهم بالليل وعم نخبرهم على موعد اللقاء لأنه بدي خبرهم إنه أنا ورحمة أصدقاء فهيك رحمة مهضومة بالتعامل وبنحكي وكأنه عم نحكي هيك بين بعضنا مش كأنه انترفيو شو بتقولي لكل اللي عم بيسمعوك بالأردن وبكافة الوطن العربي وكل محبي رحمة رياض أوكي أول شيء أقولهم يعني لو أريد أشكركم من هون لبعد 100 سنة ما رح أكفي ووفي لأن أنتوا أحلى ناس وأحلى فانز أنتوا من خلاني أكون يعني قوية وخلاني أستمر وفعلا يعني يا مازن هالفانز نعمة من رب العالمين يعني أي شخص يكون عنده هيك محبة عالم المفروض 24 ساعة يشكر رب العالمين إنه في هيك ناس تحبه وفي ناس مش ناسية وفي ناس دائما داعمة ودائما وراه وتعطيه بوش فانا يعني احلى تحيه لاحلى فانز بكل الوطن العربي واحلى تحيه كمان فانز تبعي بعمان وان شاء الله باقرب فرصه رح اجي على عمان بس ما رح اقول لك يعني ممكن اخبر الاردن كلها وانت ما رح اقول لك خلص من هيك عم بتدق علينا على باب الاذاعه عم بتفوت لعنه اهلا وسهلا امون حسين حسامي بتسلم عليك غفران عبد الله بتسلم عليك انابل بتسلم عليك ريما بتسلم عليك واكثر من الاشخاص على الفيسبوك وجروباتك كلياتهم رحمه بيسلموا عليك انا بدي لك ثانك يو لك وان شاء الله هيك قريبا بنشوفك عنا بعمان واغنيتك الخليجيه بتصير عنا حتى كمان تكون عم تنبث عبر صوت الغد الاردن ثانك يو لك رحمه نجمه ستار اكاديمي ثانك يو لك كانت معنا اذا رحمه وعرفنا هيك بعض اخبارها بنروح لفاصل بعد الفاصل نواصل بفقرات وأخبار وانت مروح